وبدأ خلق الإنسان من طين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحسن. طب فين كان آدم؟ كان في الجنة. وبعدين جذت الخلد من اسمها، الذي يدخلها لا يغادرها، الخلود يعني لا يغادر. طب هو آدم خرج منه، جنة الخلد لا يدخلها الشيطان، والشيطان كان معه في هذه الجنة. جنة الخلد هي جزاء على عمل، ولم يكن آدم عمل شيء يؤهله لدخول الجنة. جنة الخلد لا وجود لها الآن إلا في علم الله سبحانه وتعالى، لأنه بيقول عنها جنة عرضها السماوات والأرض، فأين تكون؟ هي في علم الله، نعم، لكن لا وجود لها. فالادعاء بأن آدم كان في جنة الخلد، والله يعني إما من الإسرائيليات أو من الأساطير، كلام ما له أساس من صح أبدا. يعني خلق من طين الأرض أو من تراب الأرض، وعاش سكن في الأرض، ومات في الأرض، مدفون في الأرض. كيف كلمة اهبطوا منها؟ ما اهبطوا منها يعني، ما هي الجنة في اللغة العربية يعني عبارة عن حديقة مليئة بالخيرات ومحاطة بصور من الأشجار أو من الجدران. وبعدين أفضل أنواع الثمار بتنمو في المناطق المرتفعة. القرآن يقول فإن الموصوف هو وابل فطل، إذا ما جالهاش مطر الندى اللي في الجو يعني يكفيها حتى تزدهر. مثل جنة مربة يعني آتت أقولها ضعفين، فإن الموصوف هو وابل فطل، والله بما تعملون خبير. فالمعروف يعني جنان الفواكه تزدهر في المرتفعات، في المنطقة المرتفعة مش في المناطق المنخفضة. فهو آدم في منطقة مرتفعة من الجبال اللي حوالين مكة، وربنا خلق له فيها جنة عاش فيها، والملائكة تخدمه. فلما عصى أخرجه رب العالمين، قال له اهبط يعني من المرتفع انت فيه لمنطقة منخفضة، مكة منخفضة، أو اهبط هبوط معنوي من مقامات التكريم إلى مقامات التكليف. يعني أنت الملائكة كانت تخدمك في الجنة، وأنت أخطأت خلاص أنت تحمل مسؤولية نفسك. قلنا اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ورنق في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني ما فيش أي إشارة أنه كان في السماء أبدا. واستغرب يعني علماء كبار، يا أخي والله يعني علماء كبار في البلد هنا وفي مصر، يعني لا زالوا يقولوا أن آدم كان في الجنة، يعني كان في جنة الخلد. هذا غير صحيح، غير صحيح. دكتور حاج سيدنا يوسف، نعم، يعني مصر كانت هي أغنى دولة في زمن، نعم، كان هو على خزائن خزائن الأرض، نعم، كانت يعني محصول القمح من شمال الصحراء الغربية وحده، مش من الدلتا، كان يغذي كل الإمبراطورية الرومانية، كل الإمبراطورية الرومانية. يقول الآن خربوها، منها خلقنا آية سورة الزمر. نعم، سورة الزمر، سورة الزمر. طيب يعني بتنبهني إلى نقطة مهمة، وإن جنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة، لن تكون في السماء، بنص القرآن الكريم الذي يقول فيه رب العالمين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فالجنة هتكون فين؟ على الأرض الجديدة. نعم، الأرض الجديدة ستكون مساحتها هائلة، حتى تتسع للبلايين اللي عايشين النهاردة، وللبلايين الذين عاشوا وماتوا، والذين سيأتوا من بعدنا إلى قيام الساعة. بعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النيل والفرات من أنهار الجنة. ناس استغربوا، طب النيل والفرات موجودين حاليا، يعني أي نيل والفرات حكون من أنهار الجنة؟ يعني الأرض الجديدة ستكون بنفس معالم الأرض الحالية، يكون فيها نيل زي النيل بس بسكيل أضخم كثيرا، يكون فيها فرات زي الفرات بس بسكيل أضخم كثيرا،
أما يقول بلاد الشام هي أرض المحشر، هل بلاد الشام الحالية تتسع لسبعة بليون بني آدم عايشين الآن غير الملايين الذين عاشوا وماتوا والذين سيأتوا من بعدنا إلى قيام الساعة؟ مش ممكن. فالأرض الجديدة ستكون شيء ضخم جدا، يعني اللي الجنة عليها بس على الله سبط والأرض الحاليين يكون شيء ضخم للغاية يعني، وسيكون عليها الجنة وسيكون عليها النار أيضا. الله يعافينا وعافيكم منها إن شاء الله. على الأرض راح تكون، نعم، الجنة والنار على الجنة. على الأرض الجديدة، نعم. وإذا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. شوف عرض القرآن، يعني البروز حيكون منين؟ من الأرض. يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني أرض جديدة غير هذه الأرض القديمة، والسماوات تبدل غير السماوات الحالية، وبرزوا لله الواحد القهار. كلام جميل جدا يعني لو استوعبه الناس. أروع عزيمي على السيدات بالفكرة. أنت ما تعرفيش تعزيمي أنت. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. دكتور ترتيب أيام الأسبوع. أيام الأسبوع طبعا الأصل أنها تبدأ بالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، والجمعة يوم العبادة، والسبت يوم الراحة. يعني من الثبوت من الهدوء يعني. فالأقدمون لخبطوا يعني. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب بيقول فيه: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. المسلمين إن شاء الله رجعنا في زمرتهم إن شاء الله. بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه. القوم مين؟ اليهود والنصارى يعني كانوا قبلنا. قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، وهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. يعني ربنا صلح لنا العقيدة اللي هم دمروها شوهوها. وبيستشهد على ذلك بإيه؟ كان يوم جمعة. قل فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، وأصبح القول اللي أنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. كلام رائع، كلام رائع حقيقة يعني. والناس مشيت على أن أول يوم هو السبت وهو يوم الراحة أساسا يعني، إنما الأسبوع يبقى أوله الأحد، الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، الجمعة يوم العبادة، وده يوم سماه ربنا تبارك وتعالى، اليوم الذي خلق فيه آدم، والذي أدخل فيه الجنة، والذي أخرج منها، والذي مات فيها، والذي تقوم فيه الساعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الجمعة وبعد السبت يوم الراحة يعني بعد نهاية الأسبوع. نعم. بس هو الجمعة سيدي يوم العبادة عند المسلمين. الأصل ما هو الأصل الإسلام هو هو الأساس. يعني إن الدين عند الله الإسلام. يعني آدم عليه السلام كان مسلما، نوح عليه السلام كان مسلما، إبراهيم عليه السلام كان مسلما. نعم. فتسمية الدين انحراف عن المنهج، خروج عن المنهج. ولذلك الذي يستعرض تاريخ البشرية يجد أنه تاريخ عجيب، يعني استقامة ثم خروج، استقامة ثم خروج، والإنسان ما بتعلمش يعني عبر التاريخ. يعني أما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين آدم ونوح 10 أجيال من هذه الأجيال المعمرة كانت على الدين الحق، لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك. لا لم يستطع يعني. 10 أجيال كان يغريهم بقتلة بسرقة بكذبة، لكن شرك لا. ويروي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول صورة من صور الشرك كانت في زمن قوم نوح، والشيطان مجرم حقيقة يعني، حاول مع 10 أجيال ونجحش. فجاء لقوم نوح قال لهم: مات منكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي ونصبتم الكراسي دي أمام بيوت الصالحين لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. مدخل لولبي والله، مدخل عجيب يعني، لا يدركه إلا صاحي يعني. فالناس اللي حطوا الكراسي أمام بيوت الصالحين لم يعبدوها، لكن الأجيال اللي جت بعدهم عبدوها. ومن الغريب أن عبر التاريخ سميت الأصنام بأسماء صالحين من قوم نوح: ود وسواع ويعوق ويغوث ونصر، عبر التاريخ. نعم.
اكتشاف اكتشاف السفينة. نعم أنا حكيت طبعا فيها بسبينة مرات عديدة. يعني أنا أتكلم دايما أن لو اهتم المسلمون أيضا بدراسة قصص القرآن الكريم وتحقيقه أثريا والله لأسلم أغلب أهل الأرض. يعني العهد القديم لا يزال إلى يومنا هذا يقول أن سفينة روح رسل على جبل اسمه جبل أرارات. جبل أرارات في أقصى شمال الشرقي من تركيا على حدود تركيا أرمينيا. القرآن يقول وقيل أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء وخضي الأمر واستوت على الجذي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تم اكتشاف السفينة على جبل الجودي من سنة 1948 ميلادي، ولم يوظف المسلمون هذا الكشف إلى يومنا هذا في الدعوة للإسلام. والله هذا الكشف وحده يمكن يخلي آلاف من الناس تسلم. وبعدين جبل الجودي جبل رسوبي، جبل أرارات جبل بركاني، ثار في زماننا عدة مرات، ولو رصدت عليه سفينة نوح كذا احترقت. والقرآن يقول ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني سوف تجدونها سوف تجدونها بكل تأكيد. طب ثم الكشف عن السفينة من 1948 ميلادي إلى الآن لم يوظف مسلم هذا الكشف في الدعوة للإسلام، مع أنه والله لو عرضت عرضا علميا منهجيا صحيحا لأسلم أغلب أهل الأرض. موجود المتحف ولا صرخوها الأمريكان خذوها عندهم، خذوا الأصل يعني وعملوا الأطراق نموذج له. والله والله نعم. قديش أبعادها سيدي؟ حكوا أنه 80 متر. 300 ذراع طولها، 300 يعني أقل من 150 متر وعرضها 20-25 ذراع. عاملين نموذج كامل لها يعني. نعم لا النموذج خذوه النموذج في تركيا، الأصل خذوه الأمريكان. طيب يعني حددوا عمرها المطلق بالقرون المشاعة، ثبت أن واحدة من 30,000 سنة مضت. 30,000 سنة يعني اللي هي أيام يعني مثبت بهذا أيام نوح. كان سيدنا نوح أيام نوح عليه السلام. نعم. وده بيغري بقى كل الادعاءات الباطلة إن الإنسان عمره 4 ملايين وخمس ملايين وعشر ملايين، هذا كلام غير صحيح، كلام لا أساس له من الصحة. كم عمر الإنسان دكتور؟ نعم سيدي. عمر الإنسان 40,000 إلى 50,000 سنة. نعم. اللي هو سيدنا آدم. أيوة آدم عليه السلام. نعم 40,000 إلى 50,000 والأغلب 40,000 يعني، لأن الرسول يقول 10 أجيال بين آدم ونوح. سفينة نوح عمرها 30,000، آدم 40,000 سنة. وأربكوا العالم بأنه 4 ملايين و5 ملايين و... بس شيخي كيف استدلوا أنه 40,000؟ نعم كيف استدلوا أنه 40,000؟ 40,000 يعني كيف؟ يعني أعطي دليل أنه نعم هو... يعني هم يعني أنا الدليل اللي عندي اللي هو عمر سفينة نوح وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في 10 أجيال بين نوح وآدم عليهما السلام، ومن أجيال المعمرة كان واحد بيعيش له 1,000 سنة 2,000 سنة هذه الحدود. نعم يعني بين آدم ونوح 10,000 سنة وبين نوح من 30,000 سنة. وهي التاريخ مكتوب من 10,000 سنة فقط، يعني أقدم ريكورد تاريخي 10,000 سنة. طب اللي بشمال سوريا؟ اللي بشمال سوريا. نعم نعم. وطرقت العالم يعني يغوص في متاهات حقيقية واحنا عندنا هذه الحقائق لم نقدمها لهم. يعني اليهود بينتقلوا من نوح عليه السلام، او قبل ما اقول انتقلوا من نوح، يعني في العهد القديم ان الطوفان غمر الكرة الارضية بالكامل وقضى على كل الاحياء. طيب لم يكن على وجه الارض في زمن نوح الا قوم نوح. ربي يغرق الارض ليه؟ طيب ولما غرقها يعني نوح جاب منين فيل وخرتيت وكنغر وزرافه منين جاب؟ فكلام غير منطقي. بعدين آثار الطوفان موجودة محددة بالتلال المحيطة بدجلة والفرات فقط، واللي اكتشفها الأمريكان والأوروبيين وجدوا رسوبيات فيها بقايا الإنسان. وبعدين حوالي 7 أقدام
من رسوبيات للماء العذب خالية من أثر الإنسان، وبين رسوبيات فيها أثر الإنسان. فأجمعوا عن القطاع ده، سبع أقدام دول اللي بالماء العذب تفنخ. يا سلام. وهذا موجود فقط بين دجلة أو الفرات ومحصور بالتلال المحيطة بهما. ففين اللي طغى العالم كله؟ وإنه قضى على كل أنواع الأحياء، وإن نوح حمل معه كل أنواع الأجناس. والعلم يقول لنا الآن أن الإنسان يعرف من الأحياء 12 مليون نوع على الأقل، الكائنات الحية يعني غير الفوسل ريكورد، يعني 12 مليون نوع. طب معقول السفينة الصغيرة دي شال فيها نوح 24 مليون كائن حي؟ وإزاي حط الأسد جنب الفيل جنب الزرافة جنب الخروف جنب؟ إزاي يعني؟ إزاي؟ بعدين بيقولوا إن يعني كلامهم في العهد القديم خلى علماء أوروبا أمريكا ينكروا طوفان نوح، يقولوا هذا خيال بشري، يعني البحر يطغى على اليابسة عشرات المرات، البحر عشرات المرات مئات المرات، فتعملوا لنا من دي معجزة ليه؟ يعني ما في داعي تعملوا لنا معجزة. عندي والله كتاب برضو جاي من احدى الجامعات الامريكيه، نوح فلاد، بينكروا تماما الحدث. يعني اذا كان الماء طغى على قيم الجبال اطغم الجبال، يعني اختلطت الماء المالح بالماء الحلو، والرسوبيات رسوبيات ماء عذب، وهذا ممكن اثباته بمنتهى السهوله. يعني اخذنا سيدمنت هذا وحطناه في ماء مقطر، قسنا البي اتش، يقول لك ده ماء عذب ولا ماء شبه مالح او ماء مالح بمنتهى السهوله. بيش فاليو يقول لك هو ايه، ما اعرفش يعني. فهم العهد القديم لخبطوا العالم يعني، يعني كتاب مزور فشوهوا اخبار العالم بالكامل. اليهود والنصارى بينتقلوا من نوح الى ابراهيم مباشره، علما بان بينهم عشرات الالاف من السنين. يعني لا يعرفون سيدنا هود عليه السلام ولا سيدنا صالح عليه السلام، يعني ما عرفوش قوم عاد ولا قوم ثمود، ولا لهم ذكر عندهم. فبينتقلوا من نوح إلى إبراهيم مباشرة. طيب، تم اكتشاف إرم ذات العماد من 50 سنة ولم توظف، تم اكتشاف مدائن صالح من 100 سنة ولم توظف. شمال مدينة منورة، شمال مدينة منورة، شمال غرب مدينة منورة. فيعني بإيدينا أوراق من أروع ما يكون لو أحسننا توظيفها وما تسببش مشاكل. يعني بقول لهم مش اي حاجه، بقول لهم شوفوا الكشف اللي انتوا عملتوه. يعني اليهود والنصارى بهدلونا على النت في تعليقي مع سوره الكهف، يقول لك يعني ايه فتية قعدوا 300 سنه في كهف وبعدين صحيوا. طيب العلم بيورينا الان ان الاطباء بيبردوا اعضاء من جسم الانسان لعده سنوات ورجعوا حية مرفوض رجل حظة بالراحة. اكتشفوا في تلج بتاع سيبيريا يعني البيزون هذا جد الفيل يعني متجمد، ولما طلع خدوا دمه وحللوه. فالحقيقة يعني وقالوا كمان أين سد ذو القرنين، ويعني إيه العين الحامية، ويعني إيه الشمس تغيب في عين حامية، وأين هذا مطلع الشمس ومغرب الشمس، مين كان في هذا الزمن القديم يقدر يتحرك من أقصى شرق الأرض لأقصى غربها. فتم من 10 سنوات بس تم كشف العين الحامية، وتشبع عين الإنسان تماما، وهي عين مساحتها 100,000 متر مربع، بيضاوية الشكل مضغوطة الطرفين، بيصب فيها 114 نهر ورافد مائي. فمن الفضاء خارج صورة تزور عين الإنسان تماما زي الرموش. زي الرموش، نعم. وبعدين الطمي يعني الأمواج بتجمعوا في الوسط العين هذه كأنه سواد العين. وبعدين على منها سلسلة اسمها مطلع الشمس، وعلى شمال سلسلة اسمها مغرب الشمس، وأمامها السد مباشرة، السد سد الجبال يفصلها عن السد. والسد كما وصفه القرآن الكريم رخ من حديد ورخ من نحاس، رخ من حديد ورخ من نحاس، ارتفاعه 262 متر وعرضه 175 متر، أملس بشكل غير عادي وسميك بشكل غير عادي، ولا يمكن تسلقه ولا يمكن اختراقه. القرآن يقول فما استطاعوا أن يظهروه
وما استطاعوا له نقض. طب اخواننا اين دعاة الاسلام؟ يعني لماذا لا يوظف هذه الكشوف في الدعوة الى الدين الحق وعرفوا الناس بهذا الدين؟ بقرغيزستان دكتور. نعم قرغيزستان. قرغيزستان نعم. وفي اقصى شمال الشرقي من قرغيزستان. نعم فبيدينا اوراق كثيرة يعني. في سؤال هم. نعم فكر احنا حكينا انه سيدنا يونس كان في نينوى ونينوى بالعراق. ترجم لي. سيدنا يونس أي. كان في نينوى في العراق. نعم صحيح مظبوط. صحيح في نهرين في العراق اللي هو الفرات ودجلة والحكي انه التقمه الحوت. ما هو تحرك الى البحر الابيض المتوسط هو عايز يبعد عن منطقه العذاب يعني فتحرك من نينوى الى شمال البحر الابيض المتوسط وجد سفينه هناك محمله بالبضاعه واستاذن يركب فيها ركبوه. اه لانه يعني عشان يكون في عفوا يعني حوت لازم يكون يا محيط يا بحر فعلى نهر صغير ما اظن يعني. قول لي. بقول لك عشان يكون في حوت يعني لازم يكون يا محيط يا بحر ما مزبوط يكون في بحر. طبعا طبعا ما هو معروف انه وصل الى البحر الابيض المتوسط. نعم وصل البحر المتوسط لأن ما فيش عنده بحار يعني في النهر بس تيجي الفرات فهو عايز يبعد عن منطقة العذاب لأنه يعلم أن ربنا تهددهم بالعذاب فبعد لحد ما وصل إلى شمال البحر الأبيض المتوسط لا هذه الباخرة استأذن في الركوب ركبه. طب عفوا السؤال الثاني احنا بنعرف أنه كان في سيدنا قابيل وبعده إجا سيدنا هابيل وأنه صار تزاوج بين أطراف من البطن الأول أو توأم الولد الأول من الذكر بالتوأم الثاني فهل يعني هذا يعني شيء ينافي العقيدة الإسلامية نوعا ما أو ينافي الطبيعة البشرية؟ نعم قول لي يا سيدي السؤال. بقول لك إنه سيدنا قابيل وهابيل نعم كان كل واحد منهم عنده توأم أخت نعم فإنه سيدنا قابيل مثلا زوج توأم سيدنا نعم. هابيل وسيدنا نعم. هابيل زوج توأم سيدنا قابيل نعم سيدنا نعم وطبعا في بدء الخلق ما فيش غير أسرة واحدة يعني آدم وحواء فيش غيرهم فكان لابد أن رب العالمين يهيئ لهم وسيلة للزواج عشان إكفار البشرية فسن لهم أن الأخ يتزوج من أخت يعني لم تكن توأم معه يعني حتى يكون في مجال للبعد شوية وهذا حالة خاصة يعني في بدء الخلق ما لهاش علاقة الآن يعني لأنه هلا يعني عفوا في ناس تنادي بشيء يعني عفوا هو شذوذ نوعا ما إنه مدام إنه كان في البداية شيء مسموح نعم ليش هلا يصير شيء محرم يعني طبعا إحنا فاهمين ليش بس إنه في مثلا ليش نعم. كان وهلا لا شو يعني هو يعني الله له سننه يعني التي يعني شرعها بعلمه وحكمته وقدرته ففي بدء الخلق وربي يعلم ما فيش أسرة فيش بشر غير آدم وحواء فكان لابد يكون في وسيلة للتكاثر حتى تعبر الأرض فقال الأخ يتزوج أخته اللي من بطن غير بطنه لأن كان حواء تأتي دائما بتوائد وسيلة يعني إثراء الأرض بالبشر يعني فكان يزوج من بط يعني غير البطن هو نزل منه فلذلك كان هذا التبادل يعني قابيل وهابيل كل واحد يزوج من الأخت التي نزلت مع بطن الأخ لكن هذا أمر مرحلي في بدء الخلق ولابد أن الله يعلم بعلم المحيط أن قوانين الوراثة في هذه المرحلة كانت تسمح بذلك أما الآن لا تسمح بذلك